الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. في قول الله سبحانه وتعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، دليل على أنه لا يصح إيمان أهل الكتاب حتى يؤمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال عز وجل: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون، دل ذلك على أنهم ليسوا بكونهم أهل كتاب، ليسوا بهذا الوصف كلهم مؤمنون، ليسوا كلهم مؤمنين، بل منهم المؤمن ومنهم الفاسق. والفسق هنا هو الفسق الأكبر الذي هو الخروج عن دين الإسلام، وهم يأبون متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أبى منهم متابعته والتزام ما جاء به والإيمان به فإنه يكون فاسقا، مثل ما ذكر الله عن إبليس من فسقه، فقال سبحانه وتعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ووصفهم بالفسق في هذا الموضع والله أعلى وأعلم، مع أنه الفسق الأكبر، والمعتاد أن الفسق إنما يذكر في الأغلب لوصف العاصي من أهل الإسلام، لكن أحيانا يقصد به الفسق الأكبر والله أعلى وأعلم. أن يعني أن تسميتهم
أو ذكرهم بوصف الفسق في هذا الموطن بيان لسبب وصولهم إلى الدرك الذي وصلوا إليه من الكفر والعياذ بالله، أن الذنوب والمعاصي واتباع الشهوات والشبهات قادتهم إلى هذا الأمر، يعني أن اتصافهم بالفسق الأصغر قبل أن يأتيهم خبر النبي عليه الصلاة والسلام أدى بهم إلى أن يؤثروا الشهوات فيفسقوا الفسق الأكبر، لأن الفسق الأصغر هو الوسيلة والذريعة التي تؤدي إلى الفسق الأكبر. ولذلك كان ما ذكر الله سبحانه وتعالى في وصفهم منهم المؤمنون كعبد الله بن سلام والنجاشي ومن آمن من بطريقته، وبعض وقلة من يهود أسلموا منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، كما وصف الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. فهم لا يلتزمون حتى بشريعتهم، هم فسقوا عن تلك الشريعة فأدى ذلك بهم إلى أن يفسقوا من الدين بالكلية والعياذ بالله من ذلك. كانت معاصيهم وذنوبهم سببا في طمس نور الإيمان من قلوبهم، وهذا فيه من أعظم التحذير، فيه أعظم التحذير من الذنوب والمعاصي، لأن الفاسق يسهل عليه أن يرد دين الله سبحانه وتعالى وأن يبيع ما بقي من دينه، لأنه قد خف دينه وضعف، يبيعه بعرض من الدنيا. وأما من بعد عن الذنوب والمعاصي فإن إسلامه وإيمانه غال عنده، لا يبيعه بعرض من أعراض الدنيا. وهذا أمر ملحوظ، تجد الذي يعني يرتكب الفواحش والمنكرات يجتمع عليه أنواع الكبائر ثم يترك الفرائض، وغالبا ما يكون الأمر مقترنا، وبهذا لا يكون بينه وبين الكفر شيء. فتجد مثلا شارب الخمر فاعل الفاحشة تجده دائما تاركا للصلاة في الأغلب الأعم، ففسقه بهذا أدى إلى أن يأتي يعني يترك الصلاة وربما يفطر في رمضان، ثم بعد ذلك يهون عليه أن يستهزئ بالدين وأن يسخر من المؤمنين لطاعتهم لله وأن يتابع ويوالي الكفار والعياذ بالله، لأن همه كان في الدنيا، كان همه كان في المال، في الشهوة، في نيل الشهوات المحرمة، ففسقه أدى به إلى الكفر والعياذ بالله. لذلك ذكر كفرهم بوصف الفسق في هذه الآية الكريمة، فإن المقصود بأن أكثرهم الفاسقون هنا الفسق الأكبر، والقرينة قوله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، فدل على أنهم ليسوا بمؤمنين. وهذا كما بين الله عز وجل صفاتهم بعد ذلك الواضحة في الكفر، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. انظر إلى الارتباط الواضح بين الكفر بآيات الله وبين قتل الأنبياء وبين أنهم عصاة معتدون، فالمعاصي أدت بهم والاعتداء أدت بهم إلى أن يكفروا بآيات الله وأن يقتلوا الأنبياء. سبحان الله، هذه أمور من يعني يعرف طبائع الناس وطبائع البشر وما تؤدي الأعمال إليه يعلم صدق هذا تماما، فتجد أناسا وصل بهم الحال إلى أن يقتلوا الأنبياء، ولا نزاع بين المسلمين أن قتل الأنبياء كفر ناقل عن الملة، ولو اعتقد صدقهم، ولكن قتلهم خروج عن ملة الإسلام، فلماذا كفروا بآيات الله ولماذا قتلوا الأنبياء؟ قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فعصيانهم واعتداؤهم أدى بهم إلى الكفر. لذا قال من قال من السلف أن المعاصي بريد الكفر. فنقول أن وصفهم بالفسق كان لبيان أن فسقهم كان فسقهم بالمعاصي والذنوب والكبائر التي ارتكبوها أدت بهم إلى أن يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا
عندما جاءهم الإيمان وعندما جاءهم خبر الرسول عليه الصلاة والسلام فأبوا أن يقبلوا حرصا على دنياهم وأكل أموال الناس بالباطل، حرصا على رياستهم ووجاهتهم. وكم من الناس ينافق ويكفر من أجل هذه الشهوات، نسأل الله العافية. ثم بين سبحانه وتعالى أن صراعهم مع أهل الإسلام لن يكون فيه ضرر أهل الإسلام، وإنما هو أذى، لن يضروكم إلا أذى. ومن يجعل الأذى من الضرر يقول استثناء متصل، أو يقول أنه لا ضرر في الحقيقة، لأن المسلمين لم يتضرروا قط بما يفعله أعداؤهم، بل كان ذلك حتى ما كان من أذى كان نفعا لهم، وهذا أقرب. فمعنى إلا هنا، لكن الاستثناء منقطع، لن يضروكم فلن يكون هناك ضرر، كما جازم كما بين ذلك مجزوما به في الآية الأخرى. قال سبحانه وتعالى، قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن لا يضر كيدهم شيئا على الإطلاق. إذن الآية هنا عامة، لا ضرر على الإطلاق، حتى الأذى لا يكون ضررا. وهذا سبحان الله آية من آيات الله عز وجل، أن الكفار يؤذون المسلمين فينتفع المسلمون بذلك، يزدادون إيمانا وإسلاما، ويزدادون مثوبة وأجرا عند الله عز وجل، ويزدادون تكاتفا وتماسكا في مجتمعهم وبين أفرادهم، ويعلمون من وليهم ومن عدوهم، وهذا من أعظم النفع في الحقيقة. فإذا حصل الأذى من الكفار ومن أهل الكتاب خصوصا للمسلمين، انتبه كثير من أهل الإسلام وعلموا حقيقة ما يريده هؤلاء الأعداء. والمنافقون دائما يحاولون تمييع القضية، ويحاولون تقريب الأمور بين الإسلام وبين الكفر واليهود خصوصا، فيحصل من ذلك ما هو من أعظم الفتنة، حين يلتبس أمر الناس، وحين يظن كثير من الناس أهل الكتاب أنهم مثلنا ومؤمنون مثلنا، فيقع منهم موالاتهم فيكون الإنسان منهم، كما في الآية الأخرى، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. إذن النفاق هو الذي من وراء تضييق الفجوة كما يقولون، أو من وراء في الحقيقة تمييع القضية بين الإسلام والكفر، بين المسلمين والكافرين، خصوصا من أهل الكتاب وأخص اليهود. فهؤلاء الذين في قلوبهم مرض النفاق هم الذين يسارعون في موالاة أهل الكتاب وموالاة اليهود والنصارى، ومحاولة إدخالهم في ضمن أهل الإيمان وليسوا كذلك. فإذا جاء الأذى من قتال، من مكر، من أذية باللسان وطعن وتهم باطلة وسب وشتم، وهم متربصون بأهل الإسلام ينتظرون أي سبب حتى يطلقوا ألسنتهم وأيديهم بالسوء، وهذا أمر مشهود معلوم من الكفرة ومن المشركين، من كفرة المشركين وأهل الكتاب، يبحثون دائما عن أذية المسلمين وانتهاك حرماتهم، ومع ذلك كما ذكرنا لا يكون هذا ضررا، حتى ولو قتل من المسلمين من قتل فهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها تهوين ما يفعله أعداء الإسلام بالمسلمين، تهوين شأن هذا الأمر، وهو لن يضروكم إلا أذى، فلن يتمكنوا من ضرركم طالما تمسكتم بدينكم، طالما صبرتم واتقيتم. ولذلك نقول أن العقبات الخارجية دائما في طريق أهل الإسلام هينة، العقبات التي من صنع الأعداء دائما بسيطة ويمكن التغلب عليها، العقبات التي هي من الداخل أخطر دائما،
ولذا كان التحذير من المنافقين أشد من التحذير من الكفار، وذلك لأنهم هم الذين يدمرون المجتمع من الداخل، ولذا يترتب على فعلهم وكيدهم أضعاف ما يترتب على فعل أعداء الله المعلنين بالكفر، نسأل الله العافية. ولو تأمل متأمل تاريخ المسلمين لعلم أن الأعداء ما تمكنوا قط من المسلمين إلا بعون المنافقين، لأن الكفار لا يقفون في مواجهة المسلمين أبدا، كما قال تعالى: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، قاعدة كلية ولا استثناء فيها، طالما واجهوا أهل الإسلام لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، طالما كان أهل الإسلام على التقوى والصبر. المشكلة دائما كانت في أن هناك في الصف من ليس على التقوى والصبر، من ليس محققا خيرية هذه الأمة، من لم يتصف بالصفات التي استحقت الأمة بها خيريتها على الأمم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فحين لم يتقوا ولم يصبروا، وحين ولد فيهم أهل النفاق ولم يتميز أهل النفاق عن أهل الإيمان الخلص، والتبست الأمور ووضع العدو موضع الولي ووضع الولي موضع العدو، كان في ذلك فرار واندحار من انتسب إلى الإسلام. في كل معارك المسلمين مع الكفرة كانت هذه القضية من أوضح القضايا، عندما يوجد أهل البدع وأهل النفاق وأهل الزندقة في صف المسلمين، خصوصا إذا كانت لهم الكلمة المسموعة وكانت لهم المنازل العالية لدى الناس، أثروا أعظم تأثير سلبي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. لذلك نقول هذا في الحقيقة جواب من يسأل: كيف وقد رأينا المسلمين يفرون في تاريخهم المتأخر يهزمهم الكفار حتى غلبوا على بلادهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي كل زمان لا يزال هذا الأمر، لا يزال هذا الأمر، أعني منذ عصور الاحتلال الغربي لبلاد الإسلام إلى زماننا هذا، وقد وقع فرار من المسلمين عكس ما وعد الله عز وجل به، والله لا يخلف الميعاد. فالذي حدث أنه ولد في الصف من ليس بمؤمن، ولد في الصف من ليس بمتق ولا صابر، من ليس بآمر بالمعروف ونهي عن المنكر ومؤمن بالله، بل ولد في القيادات من كان كذلك. وتاريخ الإسلام ابتداء من الحروب الصليبية وحروب التتار والعهود الأخيرة التي وقع فيها تسلط الكفار على عامة بلاد المسلمين، ما حدث ذلك إلا مع انتشار أهل البدعة الذين هم في الحقيقة أعداء الإسلام. عند من يتأمل تاريخ الحروب الصليبية يجد أن التمهيد كان قد وقع قدرا، وإن لم يكن يلزم أنه باتفاق، بوجود دولة باطنية تنتسب إلى التشيع ظاهرا وباطنها أخبث من هذا الرفض، كما قال الغزالي عنهم: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. وكان هذا التسلط على معظم بلاد المسلمين كان سببا في هزيمة المسلمين وأخذ بيت المقدس منهم، وما تخلص المسلمون من ذلك إلا بعد أن تخلصوا من هذه الدولة الخبيثة، وألغيت ما كان يسمى بخلافتهم الفاطمية التي ليست بخلافة وليست فاطمية. فلما ألغاها صلاح الدين وعادت السنة إلى الظهور، وانتشر في الناس دراسة البخاري ومسلم مرة ثانية ومذاهب أهل العلم، عاد الله عز وجل المسلمين عزهم ونصرهم. وكذلك وقع في حرب التتار، الرافضة كانوا وزراء الخليفة العباسي، كان ابن العلقمي والنصير المسمى بنصير الدين الطوسي، النصير الطوسي هذا كانوا وزراء الخليفة العباسي،
ولما جاء التتار لحقوا به وأمروه ونصحوه بقتل الخليفة ومعه باجتياح بغداد لحقدهم على أهل السنة. وتجد هذا الأمر مولودا في العصور المتأخرة لما انتشرت الصوفية المنحرفة في أواخر الدولة العثمانية حتى حاربوا أهل السنة وأغروا السلاطين بقتال من دعا إلى التوحيد. وانتشرت البدع المعاصرة كذلك من بدع القومية، القومية التركية في تركيا والقومية العربية في بلاد العرب، وصارت صار الافتخار يعني هذه القوميات الجاهلية بدلا من الاجتماع على دين الله سبحانه وتعالى، كان مقدمة للهزيمة الفظيعة التي حلت بالمسلمين في يعني نهاية الحرب العالمية الأولى، والتي أدت إلى سقوط الخلافة وتسلط الزنادقة المنافقين على يعني على عاصمتها إسطنبول، وتسلط الكفار على بلاد المسلمين في المشارق والمغارب قبل ذلك وبعده. ومن يتأمل التمهيد الثقافي والفكري الذي كان يقال للناس في ذلك الوقت تجد هو ما زالت آثاره موجودة في طوائف ربيت على هذه المناهج المنحرفة. تجد تعظيم القومية وإحياء القومية الفارسية في بلاد ما وراء النهر المسمى بإيران، إحياء القومية الفرعونية في مصر وما حولها. والإنسان يقرأ أدب ذلك الوقت يعني كتابات أدبية في ذلك الوقت تجد عجبا والله أن الناس كانوا يعني يقال لهم في أننا إذا تعارضت الفرعونية مع الإسلام قدمنا الفرعونية، ويدعون أن الفراعنة كانوا عدولا، وربما كانوا مع الفراعنة يصفونهم بالعدل والإحسان ضد بني إسرائيل المتمردين والعياذ بالله، حتى مدحوا فرعون ضد موسى، ويعني تجدهم يلمزون خروج بني إسرائيل من مصر كأنهم لم يقرأوا القرآن، قرأوه بلا شك. وفي نفس الوقت كانت دعوة السفور والفجور والتحلل من يعني الحجاب وغيره مقارنة لذلك، والتحلل من التزام الشريعة. يعني أول ما وضع الدستور المصري سنة 1922 وضعه البعض كان يعني جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرابع للتشريع بعد العرف، بعد الدستور ثم القانون ثم عرف الناس ثم بعد ذلك إذا لم يجد القاضي في هذه الثلاثة فلا مانع من أن يأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية والعياذ بالله. فانظر إلى هذا الانحراف، وكذلك في كل البلاد. وبعد ذلك يعني كانوا إذا طولبوا بإقامة الشرع أو نحو ذلك قالوا والله ما وجدنا شيئا يمكن أن يوافق القوانين الفرنسية في الشريعة إلا وضعناه. يعني أنهم بذلوا جهدهم في البحث في الشريعة الإسلامية عما يوافق القوانين الفرنسية لأجل ألا يحصل الازدواج القانوني والعياذ بالله. وهذا وقع ممن ينتسب إلى الإسلام، فماذا كان ينتظر؟ والهزيمة الأفظع هذه التي وقعت بقيام دولة إسرائيل عندما كان انتشرت هذه الأفكار الخبيثة في كل أجزاء العالم العربي تقريبا والإسلامي كذلك، وتمزقت الأمة. فلذلك عندما قامت دولة إسرائيل لم تجد من يقف في وجهها، كانت دولة يعني العالم يدعمها، لكن المسلمون كان عندهم إمكانيات في أن يعني يهلكوها ويدمروها، لكن ما وقع ذلك لأجل أنهم لم يكونوا يقاتلون عن هذا الدين ومن أجله، بل كانت القومية العربية في بلاد والتركية والفارسية والأردية وغير ذلك هي المسيطرة على الأفكار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والطغيان الأكثر عندما جاءت الشيوعية والاشتراكية، وظل المسلمون يعني فريسة سهلة لهذه الأفكار، فوقعت المصيبة الأعظم في حرب المسمى بحرب 5 يونيو سنة 67، واحتلت القدس. القدس ظلت في يد العرب إلى هذا التاريخ. فسقوط القدس كان حدثا جللا لم يشعر به الناس، وإلى يومنا هذا كان أمر عبر التاريخ. سقطت مرتين، مرة على يد الصليبيين ومرة على يد اليهود، فكان المفروض أن يكون هناك
استنفار هائل للأمة بسبب سقوط القدس في أيدي اليهود الذين ما وقعوا في يعني تاريخهم ما حصل لهم من التمكين مثل ما وقع في هذا الزمان، وهم المضروب عليهم الذلة قدرا. هذه فترة استثنائية لشدة ضعف الأمة الإسلامية، فترة فعلا تعتبر استثناء من كل الفترات، أن اليهود عبر التاريخ أذل الأمم، ولكن الآن صاروا من أكثرها علوا وفسادا في الأرض، إن لم يكونوا أكثرهم على الإطلاق أو هم كذلك، حتى يحركون الأمم الأخرى للإفساد ويدبرون المؤامرات يعني سائر بلاد العالم ضد الإسلام وأهله. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنهم لم يواجهوا أهل الإسلام، لكن واجهوا أهل النفاق والزندقة والبدع والضلالات والكفريات أحيانا والعياذ بالله. فلما انتشر هذا الفساد ما كان يمكن إلا أن يقع ما قدره الله سبحانه وتعالى من البلاء على المسلمين. وإذا كان المسلمون في أحد، قد قال الله عز وجل لجيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والعشرة المبشرون بالجنة والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار، قال منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، ومن أجل من يريد الدنيا، رغم أن من يريد الآخرة كانوا قمما، الواحد منهم بأمة بلا تردد ولا شك، يكفي ولود الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن وقعت الهزيمة وفر من فر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما عصوا. فكيف قارن بين المعاصي التي وقعت من المسلمين في غزوة أحد وإرادة الدنيا عند بعضهم، وبين كم إرادة الدنيا في قلوب المسلمين اليوم؟ وستعرف النتيجة، وستعرف لماذا وصل الحال إلى ما وصل إليه، ولماذا استضعفت الأمة وأهينت وانتهكت حرماتها إلى ما لم يقع مثله في التاريخ إلا أيام الأندلس ونحوها، وقع بلا شك قبل ذلك مرات، لكن هي حلقات متصلة. وحتى في تاريخ الأندلس ما يؤكد ذلك، وهو انتشار الفرق المنحرفة وانتشار الشهوات وانتشار المنكرات في بلاد الإسلام، وانشغالهم التام بأنواع المعازف والتماثيل. هناك من يدرس في تاريخ الأندلس ويقول أن العمارة الإسلامية في تاريخ الأندلس الأول كانت تخلو مثلا من الصور والتماثيل، لا يوجد تمثال ولا صورة في أي عمارة إسلامية في ذلك التاريخ غير نظرات في العمارة فقط. والمراحل المتأخرة عندما شهدت يعني تغلغل الفكر الغربي في الحقيقة وتسلل الفرنجة على أصح يعني إلى داخل الدولة الإسلامية والتفرق والمولاة على أعداء الله سبحانه وتعالى، كان من خلال ذلك دخول الفرنجة وهدم دولة المسلمين في الأندلس. عندما وإنما ذكرنا مثلا هو مسألة انتشار المعازف وانتشار التماثيل في القصور ونحو ذلك، لكن كانت القاصمة كانت موالاة الكفار، موالاة الأمراء لأمراء الفرنجة على بعضهم، يختلف الأمراء فيوالون أعداء الإسلام ويدخلونهم ويستعينون بهم ويمكنونهم إلى أن تمكنوا منهم جميعا وذبحوهم جميعا. وتعرض المسلمون لما لم يعرف في التاريخ مثيله في محاكم التفتيش، نسأل الله العافية، وأقع أمثاله في أفغانستان وفي العراق، وممن أخذت العراق أخذت من حزب البعث، أليست كذلك؟ من الذي كان يقاتل؟ تحت أي راية كان القتال؟ عندما يعني تسلط هؤلاء الكفار، وكذلك بسبب خيانات الرافضة في أفغانستان وغيرها وولود المنحرفين وإرادة الدنيا كذلك، أدى إلى أن تحتل بلاد يعني يحتل الكفار بلاد المسلمين. لن يعود للمسلمين عزهم إلا إذا كانوا هم فيهم الصفات التي ذكر الله من أنهم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله يصبرون ويتقون، فعند ذلك لن يضرهم إلا أذى، وإن يقاتلوهم يولوهم الأدبار ثم لا ينصرون، وإن تأخر الأمر قليلا ثم فيها تراخي، بمعنى سوف يصبر المسلمون وسوف ينهزم الكفار بإذن الله تبارك وتعالى.
القضية في الحقيقة يعني قضية مؤلمة أن يصل حال المسلمين إلى ما وصل إليه، والعلاج لا بديل عنه وهو تحقيق الإيمان والأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى نكون خير أمة، حتى نكون مؤهلين لأن نكون لا ممن ينطبق عليهم قول الله لا يضروكم إلا. الخطاب كان لمن قيل لهم كنتم خير أمة، فإذا لذلك قال لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. قال سبحانه وتعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، شرعا على الدوام وقدرا في الأغلب الأعم كما ذكرنا هذا من قبل. الله سبحانه وتعالى شرع أن تضرب عليهم المذلة، ولذلك كانت الجزية التي فرضها الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صاغرون ضربت عليهم الذلة، فرض الله أن تضرب عليهم هذه المذلة وليس الإكرام، إنما أنزل الله الكتاب وأرسل الرسل وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون الإعزاز لأولياء الله، لتكون الإهانة لأعداء الله، لا العكس. ولذلك الذين يحاولون يعني ذكر إكرام المسلمين لأعداء الله أو يحاولون أن يخلطوا بين العفو والصفح وبين الإكرام والإعزاز لأعداء الله سبحانه وتعالى حتى يولوا الولايات وحتى يكونوا فوق المسلمين، للأسف أن أهل الكتاب اليوم في كثير من بلاد الإسلام يعززهم أناس من أهل الإسلام أعظم من حرمات المسلمين، هذا أمر ظاهر. فلو انتهكت حرمة واحد منهم قامت الدنيا ولم تقعد، من قبل أناس ينتسبون إلى الإسلام ويعظمون، والمسلمون تنتهك حرماتهم، بل لا تنتهك حرماتهم من قبل الأعداء فقط. استغفر الله. الإخوة أصحاب المحاميل ما يكفيش يعني واحد واثنين وثلاثة علشان ما يقفلوا المحاميل، اللي قاعد برا وسائل المحمول برضو مفتوح، ما هو وصوته وصل لغاية المسجد. اتقوا الله. نقول أن في بلاد الإسلام من ينتهك حرمات المسلمين يضيع حقوقهم، ينتهك أعراضهم، ينتهك حرمات أبدانهم بلا ضابط ولا يعني لا يرعوي عن يعني عن حرماتهم بدين ولا بدنيا والعياذ بالله، وأهون شيء عنده حقوق المسلمين وأموال المسلمين. أما إذا تعلق الأمر بحق كافر يعني يهودي مثلا أو نصراني كان الأمر يعني لابد أن تقام له الدنيا. هناك بلاد يعني يسمح فيها بدخول الكفار بلا إذن بمجرد هويتهم، وفي نفس الوقت يمنع أهل البلد نفسها حتى ربما، وأحيانا المسلمون من البلاد الأخرى يمنعون من يعني مجرد دخول هذه البلاد ويطردون منها شر طردة، لا يقدرون على ذلك مع الكفار من اليهود والنصارى. وأمر هم لا يعظمون فعلا أهل الكتاب ويكرمونهم ويعطونهم ليس فقط من قبل يعني الذين تولون الأمور، بل من قبل أحد الناس عندهم نوع من التعظيم للأجنبي، عقدة الأجنبي هذه موجودة لدى كثير من الشعوب نسأل الله العافية. شرعا الله عز وجل قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، وقدرا كما ذكرنا الواقع المولود استثناء ابتلاء ليس بسبب أنهم يستحقون الإعزاز، ولكن لأن الجبل الشامخ نزل وصار واديا فصار ما بجواره كأنه جبل. الجبل الشامخ الأعز ظل الأعداء يأكلون منه قطعة قطعة إلى أن هبط، لكن الذي هذا الذي أدى إلى أن يكون الوادي الذي بجواره كأنه جبل، كان واديا في الحقيقة. في يوم من الأيام أعداء الإسلام كانوا تحت، ولكن لما نازل المسلمون أسفل فكان هذا الذي وقع من أنهم صاروا يتعززون على أهل الإسلام. وهذا كما ذكرنا استثناء في أمر القدر وأمر الواقع، لكن من يتأمل تاريخ الأمم والشعوب يجد مثلا أن اليهود هم أذل أمة على الإطلاق، إنما عزهم هذا
يعني نذير خراب الدنيا. ولذلك أكبر عز لهم في ملك الدجال علامة على من علامات الساعة الكبرى, من أمارات من آيات القيامة ويعني أشراط الساعة الكبرى ملك اليهود. فبلا شك لأنهم من أعظم الناس إفسادا في الأرض, ملك اليهود فساد العالم فبدرجة الملك. فأما إذا كان ملكهم على العالم في عهد الدجال وهو بفضل الله استثناء أيضا, يعني يكون 40 يوما, يوم كسنة ويوم كجمعة ويوم يوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم استثناء, ثم يزول بإذن الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يعني بقدره وحكمته يقدر ما يشاء عز وجل ابتلاء لعباده المؤمنين, والمؤمنون عموما حتى ولو كانوا في سلطان الكفرة وحتى ولو كانوا تحت يعني قهرهم وغلبتهم, ومع ذلك فلن يضرهم إلا هذا, لأن ما يفعلون من أذية المسلمين ينتفع به المؤمنون والمسلمون انتفاعا عظيما. فالواجب أن لا يعزهم أحد وقد أذلهم الله. ولذا كان الصواب أنه لا يجوز بدؤهم بالتحية سواء كانت السلام أو غير السلام, لأن التحية إعزاز وإكرام فلا يبدؤون بها, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. شرعا الواقع كما ذكرنا هذا الواقع الأليم استثناء سوف يزول إن شاء الله تبارك وتعالى إذا عاد المسلمون إلى تطبيق الشرع, لكن الكلام على ما الواجب علينا, أن ما حكم الشرع في إعزازهم, كما قال عمر لا تعزوهم وقد أذلهم الله, ولذا نهاه أن يتخذ كاتبا نصرانيا وقال مات النصراني والسلام, رغم أنه كان كاتبا ماهرا. يعني إذا كان يتحكم في أمر من أرزاق المسلمين أو من يعني أعطياتهم ونحو ذلك, فكيف بما هو أعظم من ذلك كالولايات العامة والسلطنة عليهم؟ كيف يقول مسلم يسمع هذه الآية ثم يقول بعد ذلك يجوز أن يكون الكفار رؤوسا على المسلمين, وبعضهم يقول لو تولوا وتسلطوا لكانوا ولاة للأمور, نعوذ بالله. ها يقول ذلك مسلم يسمع قول الله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا؟ أنت تشرع, أنت تزعم أنه يجوز شرعا أن يكون الكافر فوق مسلم وأن المسلم يسمع له ويطيع ويكون تابعا له بعد أن تسمع هذه الآيات؟ ونسأل الله العافية. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقولوا للمنافق سيدا فإنه إن يك سيدا فقد أغضبتم ربكم, والمنافق في الظاهر أهون لأنه ينتسب إلى الإسلام, ولا نجزم بكفره الباطن, وكفره الباطن يطلع عليه الرب عز وجل إلا أن يرتد صراحة, لكن أن يكون من يخاطب الكفار المعلنين بالكفر بأنهم سادة ومن يطبق فعليا أنهم سادة ويعززهم فعليا بأنهم سادة, يسودهم على المسلمين, يجعل كلامهم نافذا على المسلمين ويجعل ذلك أمرا مشروعا, هذا من أقبح ما يكون. والله لا يتصور وجود الإيمان الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى مع هذه الأحوال المنافية له والمنافية للقرآن. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله, إلا بذمة, إذا كانوا ذمة للمسلمين الله الذي شرع هذه المعاملة, وهو أنهم إذا دفعوا الجزية عن أنهم صائرون صاروا هذا هو القدر الكافي, لا يحتاجون إلى إذلال أكثر, لا يضرب عليهم ذل أكثر من ذل عقد الذمة, وهو أن يلتزموا أحكام الإسلام العامة وأن تضرب عليهم الذمة, كما قال ابن كثير أي بذمة من الله, وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة, يعني الأحكام العامة للإسلام. إلا بحبل من الله وحبل من الناس, أي أمان للواحد منهم, أو عهد بين المسلمين وبين الكفار, كما كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني قينقاع والنضير وقريظة, ثم نقضوه قبيلة بعد قبيلة.
وكذلك كان العهد مع الكفار. فالعهود أمر مشروع، الهدنة مع المسلمين بين المسلمين والكفار أمر مشروع حسب مصلحة المسلمين. فإذا كان الأمر كذلك كان هؤلاء يجب الوفاء لهم بعهدهم وحبلهم وعهدهم، وكذلك إذا دخلوا بلاد المسلمين بأمان من واحد، لأن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم. فمن أمن كافرا سمح له بدخول بلاد الإسلام بأمان، وهذا في الحقيقة فيه إعزاز للمسلم. إذا قيل إن العبد يعطي الأمان للكافر ويأمن الكافر بذلك، والفاسق لو فاسق مسلم أعطى أمانا لكافر لازمنا أن نؤمنه، وهذا في الحقيقة نوع من العزة للإسلام والمسلمين. لا يلزم أن يكون يعني أمير المؤمنين هو الذي يعطيهم الأمان، بل يجوز أن تعطيهم امرأة أو عبد أو فاسق، إذا أعطاهم ذلك الأمان لأحدهم دخلوا بلاد المسلمين. قال عز وجل: وباءوا بغضب من الله. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا وباءوا بغضب من الله، يعني رغم أن وجود العهود لا بد أن ينالهم من أثر الغضب، وهذا أخص باليهود. وإن كان النصارى أيضا ضالون مغضوب عليهم، واليهود مغضوب عليهم وضالون، إلا أن الغضب أخص باليهود والنصارى أخص بالضلال. فباءوا بغضب من الله، عادوا راجعوا تحملوا الغضب من الله، استحقوا الغضب من الله عز وجل. لماذا غضب الله عليهم؟ ألزموا فالتزموا، يعني هم يستحقون غضب الله. عادوا من صفقتهم في مخاصمة وفي محاربة الأنبياء، عادوا بغضب من الله عز وجل. وضربت عليهم المسكنة، المسكنة هنا معنى الاستكانة لمن خالفهم، وأن يكونوا أذلة لهم. وضربت عليهم المسكنة، وهذا المسكنة من السكون. فسبحان الله، القرآن يخبر عن حال اليهود عبر العصور، نتأمل أن ما نحن فيه اليوم إنما هو فعلا من أشراط الساعة، نسأل الله العافية. لكن الأصل أنها ضربت عليهم شرعا المسكنة كما ضربت عليهم قدرا، فلا بد أن يسكنوا ويؤمروا بالسكون وعدم الانتشار، لأن انتشارهم عبارة عن فساد. فيجعلون مع يعني في شرعا لا بد من متابعتهم ومراقبتهم، لأنهم إذا انتشروا أفسدوا. وقدرا قدر الله أن يكونوا مستكينين لأعداء لمن خالفهم وتحت سلطانهم وقهرهم، وهم لا يقوون ولا يقدرون على مواجهة أهل الإسلام. لماذا قدر الله عليهم الغضب وضرب عليهم الذلة وضرب عليهم المسكنة؟ لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. فكل من كفر بآيات الله لا بد أن يصيبه من الذل، ولا تستعجلوا. فأمر يكون اليوم في بدايته، غدا ترى عاقبته. وانظر إلى رأس من رؤوسهم ما زال يعذب منذ سنتين، ذل والله العظيم. وآية من آيات الله هذا شارون المجرم الذي ظل حياته ينتهك حرمة المسلمين. وسوف يعلم الذين ظلموا من غيره أي منقلب ينقلبون، هو وغيره سيعلمون. ونحن يعني كثير من الناس يحاول أن ينسى نهايات الطواغيت، كيف كانت نهايتهم في الذل والهوان. كل من كفر بآيات الله، كل من حارب القرآن، كل من كذب القرآن، لا بد أن يصيبه من الذل والغضب ما والمسكنة ما يجعله الله عز وجل آية، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. جرائم اليهود فظيعة، وكل من رضي بقتل الأنبياء فهو منهم. ولذلك قال الله عز وجل مخاطبا لليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
الخطاب لم يكن لمن قتلوا أنبياء، ولكن لأنهم على طريقتهم، ولأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذين يحاولون قتل دعوته، الذين يقتلون من يدعو إلى دينه لأجل أنهم يدعون إلى دينه، فهم راضون بقتل الأنبياء. ولو تمكنوا من الرسول صلى الله عليه وسلم لقتلوا، ولو تمكنوا من أنبياء الداعين إلى التوحيد لقتلوهم، كما لو تمكنوا من المسيح لصلبوه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فهم حاولوا قتله، وحاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وقتلوا من الأنبياء من قتلوا، وذلك مستوجب لغضب الله عز وجل عليهم، والكفر بآيات الله وقتل الأنبياء كلاهما من أعظم الموجبات لسخط الله سبحانه وتعالى، وكلاهما كفر ناقل عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء، وإن كان القتل أمرا عمليا لكنه كفر بإجماع المسلمين، لأنه دليل على انتفاء حب الأنبياء بالكلية، والدليل على انتفاء تعظيم أنبياء الله وتعظيم حرمات الله بالكلية، وانتفاء هذه العبادات القلبية دليل على انتفاء الإيمان بالكلية. ولذلك كان من يقتل المؤمن لإيمانه، ويقتل الداعي إلى العمل بما جاءت به الأنبياء لأجل دعوته تلك، وحر ومن يحرص على ذلك يعاديه من أجل ذلك، يسعى إلى قتله من أجل ذلك، هو من ضمن قتلة الأنبياء. فيصح أن يقال عنهم يا قتلة الأنبياء، لأنهم رضوا بقتلهم وسعوا في قتل من يدعو بدعوتهم لأجل دعوتهم، فكان والعياذ بالله مثل من قتلوهم بالفعل، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كما ذكرنا هذا الذي أدى بهم إلى الكفر وقتل الأنبياء العصيان والاعتداء، وهذا خطر عظيم، خطر المعصية وخطر التعدي لحدود الله سبحانه وتعالى، ربما وصل إلى أن يقتل الأنبياء، وهذا والله أمر ملحوظ. التعود على الاعتداء يجعل العبد كما ذكرنا ربما يقتل من يدعو إلى الله، من يدعو إلى دعوة الأنبياء، فيكون مشاركا في إثم قتل الأنبياء، لأنه ما قتلهم إلا لأنهم قالوا ما تقول الأنبياء، فكان مشاركا في ذلك. الاعتداء التعود على العدوان، التعود على انتهاك الحرمات، الاستهانة بحرمات المسلمين، يؤدي بالعبد إلى أن يكفر بآيات الله. وانت ترى المنافقين كذلك الأمر عندهم، لا يعبأ بحرمات المسلمين، أهون شيء عنده حرمات المسلمين، الاعتداء عنده سهل جدا، العدوان على حرمات المسلمين يؤدي به في النهاية إلى الكفر والعياذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية. ثم كانوا في ذلك مستهينين، أعظم استهانة كما ذكر ابن كثير تلك الآثار الإسرائيلية، من أنهم قتلوا من الأنبياء من قتلوا 300 نبي، الله أعلم بصحة ذلك، ثم يقوم سوق بقلهم آخر النهر، يعني الحياة عادية، قتلوا الأنبياء واستمرت ولم يقع شيء، نسأل الله العافية. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن هناك طائفة من أهل الكتاب تقوم بالحق، وهم المؤمنون الذين ذكر الله منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقد اختلف العلماء في من المقصود من بقوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، فبعضهم قال أهل الكتاب هنا هم أهل القرآن، لكن هذا ليس اصطلاح القرآن في الحقيقة. من العلماء من قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون هم المؤمنون. الصحيح والله أعلى وأعلم أن القول الثاني، وهو أن هذا وصف لمؤمني أهل الكتاب، لا يستوون هم وكفار أهل الكتاب، والله أعلى وأعلم. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية، قال ابن أبي نجيح زعم الحسن ابن يزيد العجلي عن ابن مسعود في قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، قال لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال السدي. ويؤيد هذا القول الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود قال أخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم،
قال فنزلت هذه الآيات ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة إلى قوله والله عليم بالمتقين. يعني إن معنى هذا هو الحديث ثابت لكن دون قوله قال فنزلت، هذا هو المدرج في الحديث، هذا الذي هو من قول بعضهم وليس أن هذا في أصل الحديث. قال والمشهور وعند كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره ورواه الأوفي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وغيرهم. اختار الإمام ابن جرير الأول حيث قال بعد ذكره جملة من الأقوال غير أن الأولى بتأويل الآية قول من قال عنا بذلك تلاوة القرآن في صلاة العشاء لأنها صلاة لا يصليها أحد من أهل الكتاب، فوصف الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم يصلونها دون أهل الكتاب الذين كفروا بالله ورسوله. قال الشيخ مقبل وأقول لا مانع من نزول الآية في الجميع أو أنه تعدد سبب نزولها والله أعلم. الظاهر والله أعلم وأعلم من سياق الآيات ما ذكرنا ومن استعمال القرآن لكلمة أهل الكتاب، فنادرا أو لم يعهد أن يقصد بأهل الكتاب أهل القرآن، والله أعلم. يقول ابن كثير أن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيرهم وغيره، أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا. وهكذا قال تعالى ليسوا سواء، أي ليسوا كلهم على حد سواء، بل منهم المؤمن ومنهم المجرم. ولهذا قال تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة، أي بأمر الله مطيعة لشرعه متبعة النبي الله صلى الله عليه وسلم، فهي قائمة يعني مستقيمة، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أي يقومون الليل ويكثرون التهجد ويتلون القرآن في صلواتهم. وهذا إنما كانوا بإيمانهم. وكلمة وهم يسجدون خصوصا أن اليهود والنصارى لا يسجدون رغم أنهم ينقلون عن الأنبياء السجود، لكن الآن ليس في صلاتهم سجود، سبحان الله، لا يسجدون في صلاتهم قط والنصارى خصوصا واليهود كذلك، وإنما السجود صفة أهل الإسلام، مع أنهم عندهم مكتوب في التوراة للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وهذا نقله المسيح عن التوراة وقال يا شيطان فإنه مكتوب، أي في التوراة في العهد الأول، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وعندهم أن المسيح كان يسجد، هذه نصوص في الأناجيل المولودة إلى الآن، فأين اتباعهم للمسيح؟ لا يسجدون، لا يضعون جبهتهم على الأرض، وإنما يفعلون ذلك، يحط إيده كده ويرجع حاطط، يقول لك هذا يكفيني، كما فعل يعني أحد رؤوس الكفر والطواغيت عندما سمع قول الله عز وجل في آخر سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد الإنس والجن والمؤمنون والكفار والمشركون إلا رجل أخذ كفا من تراب وضعها رجله وقال يكفيني هذا، فقتل بعد ذلك كافرا ببدر. فسبحان الله، هم لا يعرفون من السجود إلا ذلك، صلواتهم كلها ليس فيها سجود. فأما المؤمنون منهم هم الذين أسلموا، هم الذين قاموا بآيات الله وسجدوا لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وأعظمه التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهون عن المنكر وأعظمه الشرك والتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. هؤلاء هم المذكورون في آخر السورة وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. ولهذا قال تعالى هنا وما يفعل من خير فلن يكفروا، أي لا يضيع عند الله، بل يجزيكم به أوفر الجزاء، يجزيهم. والله عليم بالمتقين، أي لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيع لديه أجر من أحسن عملا. أقول قولي هذا واستغفر الله.
تقول ايه؟ ما اظنش انهم يزودوا خالص، ده السجود عندهم زي ما اقول لك. حتى هل يصح ان يكون المهر دينا في الذمة ام لابد من دفع سعر العقد؟ يمكن ان يكون كله مؤخرا. غالب الدعاء يسمون الزواج العرفي زنا لانه غير مكتمل الاركان، فلماذا تسمونه وطئ بشبهة رغم ان الشبهة فيه ظاهرة الان لكل الناس بعد الكلام عليه وعلى حرمته في كل وسائل الاعلام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعله كذلك، سماه فاسدا ولم يسميه زنا. مش تجرئة، الدعاء بيحذر الناس تخويفا لهم من الوقوع في الزنا. واما ان الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ما قالش ان ده كان ياتيه حراما، والزنا الزانيه لا مهر لها، وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها المهر. ايها امراه نكحت غير اذن وليها فنكحها باطل فان دخل بها فلها المهر ما استحل من فرجها. حكم الوصية الواجبة، الوصية الواجبة العمل بها قول محدث لا دليل عليه من الكتاب والسنة ولا عمل الأمة، بل أبناء الإبن محجوبون بأعمامهم، أولاد الإبن المتوفى في حياة أبيه محجوبون بأعمامهم بلا نزاع بين العلماء، ليس لهم أن يطالبوا بهذا إلا برضا أعمامهم أو أخوالهم. شخص خطب امرأة من أهلها فرفضوا ذلك، فقام بتوثيق العقد عند محامي ودخل بها وأنجبت المرأة طفلا من هذا الزواج، هل رفض أهلها هذا من العدل؟ هل هذا الزواج صحيح أم يحتاج لتجديد عقد؟ لماذا رفض أهلها؟ إذا رفضوا لسبب شرعي كفسقه مثلا، كان فاسقا شارب مخدرات مثلا فامتنعوا من تزويجه، فالعقد باطل بلا نزاع. ثم إن كان امتناؤهم لسبب دنيوي هي تتنازل عنه كمهر يسير مثلا، رضيت بمهر دون مهر المثل، فينظر في العقد الذي وثقوه هل كان بولي عدل، جعلت أمرها لولي من عدل من المسلمين، أم أنها باشرت العقد بنفسها. فإن باشرت العقد بنفسها كان أيضا عقدا باطلا. فأما إذا عضلوها بغير حق فعلها أن تجعل أمرها لعالم البلد أو شيخ أو إمام أو عدل، رجل عدل من المسلمين يكون وليا لها، فلابد من تجديد هذا العقد إذا كان الأمر كذلك. إذا هم ما زالوا مصرين على رفض هذا الزواج ماذا يصنع؟ لا، والقضاء للأسف لا يأخذ بهذا المذهب بأنه لابد من ولي، بل يصحح هذا الزواج القضاء، ولذلك لا معنى للجوئه للقضاء وهم يأخذون مذهب الحنفية في أن تزوج المرأة نفسها، فلا معنى للعضل عندهم. الحنفية لا يوجد شيء اسمه إيه؟ عضل، طالما أنها تتمكن من تزويج نفسها فتجعل أمرها لعدل من المسلمين، إمام البلدة مثلا أو شيخها التي هم فيها أو الحي الذي هو فيه، ويتولى هو تجديد ذلك العقد طالما رفضوا جميعا. يبدأ بالأولياء الأقرب ثم الذي يليه ثم الذي يليه، يروح لأبوها وبعدين جدها وبعدين أخوها وبعدين عمها. أي واحد من دول، أخوها الصغير وافق ماشي، أخوها الكبير وافق ماشي، أخوها الوسطاني وافق ماشي، وهكذا كلهم رفضوا، يبقى هو معذور في أن تجعل أمرها لغيرهم. قل هنا.